وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم الصحفي والمحلل السياسي محمد الشناوي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. أهلين محطين. تطورات سريعة أهمها نجاح الإضراب الذي دعت إليه القوى الثورية، بما تفسر تعامل المجلس العسكري مع الإضراب بعنف كما حدث مع موظفي البنك السوداني؟ نعم، بالفعل الوضع يعني معقد جدا هنا في السودان اليوم. يعني شهدنا تطورات جديدة في المسرح السياسي، وتحديدا اليوم الخرطوم يعني كانت هناك تجربة وافتكر انها كانت ناجحة بكل المقاييس. اليوم كان هناك عصيان مدني او اضراب على العمل، وبالفعل هذا الاضراب يعني وجد استجابة كبيرة من قبل الموظفين، لكن هناك أيضا من المظاهر الغير جميلة واللافتة من قبل الأجهزة الأمنية أو الأجهزة النظامية، حيث تعاملت مع إحدى المؤسسات الذين يعملون بالمصارف السودانية بعنف مع أحد الموظفين، وهذا الأمر وجد استهجانا كبيرا من قبل الموظفين. لكن دعني اتحدث لك عن المشهد في السودان. يبدو ان هناك تطور كبير جدا في العمليه التصعيديه، خاصه وان جانبين المجلس العسكري وقوى اعلان الحريه والتغيير متمسكون بمواقفهم حول المجلس السيادي او حول نسب تشكيل المجلس السيادي، على الرغم من ان كل النقاط كان مختلف حولها تم تجاوزها، وتبقى يعني 5% وهي نسب تشكيل المجلس السيادي. يعني المجلس العسكري يريد ان تكون الغلبه له والرئاسه من قبل من المجلس العسكري، وبذلك ايضا قوى اعلان الحريه والتغيير. لكن قوى اعلان الحريه استاذ محمد تؤكد تمسكها باغلبيه مجلس السياده، يعني سقف الحرية والتغيير إلى أي مدى ترونه سيكون مقبولا في التفاوض مع المجلس العسكري؟ أفتكر أن قوى إعلان الحرية والتغيير هي يعني لديها يعني وسائل كبيرة جدا للضغط على المجلس العسكري، وهي يعني من أبرز الوسائل. هي الآن كانت مجربة تجربة العصيان المدني، وبالتالي أتوقع أن يستجيب أو أن يرضخ المجلس العسكري في الساعات القادمة للتفاوض والتنازل عن عدد من النقاط، خاصة وأن النقاط الخلافية يعني لا تتجاوز 5%، 95% يعني تم الاتفاق حولها، ولكن أكثر القضايا تعقيدا هي كانت نسب التمثيل بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية. كل طرف يريد أن تكون له السيادة والغالبية، لكن قوى إعلان الحرية والتغيير تريد أن تكون لها الغلبة، والرئاسة أيضا تريد أن تكون مدنية. وبرر ذلك بأن المزاج الشعبي أو المزاج السوداني يريدون أن يكون على رأس السلطة يعني رئيس مدني، بجانب أن المجتمع الدولي لا يرغب في التعامل مع الحكومة السودانية، يعني أو بمعنى لا يرغب في التعامل مع حكومة عسكرية هنا في السودان. وبالتالي هناك من يرى أن العسكر يلعبون على وتر عدم تمثيل الحرية والتغيير لكل أطياف الشعب السوداني، أي أن الحرية والتغيير لا يمثلون الشعب. في ظل هذا المعطى، كيف ترون مصير الحراك مع محاولات العسكر رفع الشرعية عن الفصيل الثوري المنظم؟ أنا في تقديري قوى إعلان الحرية والتغيير هو كيان عريض جدا يضم عدد من الأحزاب السياسية وعدد من الكيانات، وبالتالي لديها تأثير كبير، وقد تم اختبارها في عدد من الأشياء. وفي الأيام الماضية عندما كان يعني أثناء التفاوض بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس العسكري علق أو جمد التفاوض إلا بفتح المتاريس في الشوارع الرئيسية، واشترط على قوى إعلان الحرية والتغيير أن يفتح المتاريس وأن تفتح الطرق، وبالتالي قوى إعلان الحرية والتغيير خاطبت بالفعل الثوار، وتم فتح الطرق في أقرب يعني في وقت وجيز
في الوقت الذي كانت هناك محاولات من قبل القوات النظامية أو قوات الدعم السريع لكنها لم تنجح لفتح هذا الطرق، وبالتالي أفتكر أنه الاختبار يعني نجح في الاختبار بنسبة 100% وبعثت رسائل للمجتمع الدولي وللقوى إعلان وللمجلس العسكري بأن قوى إعلان الحرية والتغيير هي تمثل عدد كبير من المواطنين وعدد كبير من الشعب السوداني ولديها تأثير على كل أطياف المجتمع السوداني، وبالتالي هذا الاستفتاء يعني كان يعني أو هذا الاختبار كان يعني ناجحا جدا، وبالتالي قوى الميزة العسكرية اعترف بقوى إعلان الحرية والتغيير. أستاذ محمد كمراقب عن قرب، هل ترى أن الدعم الإقليمي للمجلس العسكري لا سيما بعد زيارة رئيسه الفريق والركن عبد الفتاح برهان الأخيرة ستؤثر على سير المفاوضات مع الثوار؟ والله في تقديري سيؤثر، لكن المجلس العسكري ليست لديه دعم محلي، بمعنى قوى إعلان الحرية والتغيير لديها شنط كبير وهي يعني سند كبير وهم الثوار، بجانب انها يعني تضغط على الميليشيا العسكري باستمرار الاعتصام هنا في السودان، بجانب ان قوى الحريه التغيير تريد ان تحصل على السلطه، وبالتالي هناك عدد من الدول الغربيه ناشدت الحكومه السودانيه بتسليم السلطه لحكومه مدنيه وهذا وسيله ضغط، بجانب انه في حال استمرار او تمدرس الميليشيا العسكري هناك يعني اسباب كثيره ستعيق، يعني هناك جوانب كثيره يعني لم يحصل فيها تقدم، ولا تنسى ان حتى الان العقوبات الامريكيه لا تزال مفروضه على السودان، وهناك يعني التعاملات المفرطيه حتى الان لم تتم، هناك ايضا يعني الحكومه السودانيه لا تزال مدرجه تحت لوائح قائمه الارهاب، وبالتالي ايضا هذا الامر يعيق حال تمسك الميليشيا العسكري بالسلطه، غير ذلك ان الحكم العسكري يعني غير متمرس، يعني العساكر غير متمرسين، يعني السياسيون هم اكثر تمرسا ولديهم يعني تجارب سياسيه هنا في السودان. في تقديري ان المجلس العسكري سيربط الساعات القادمه خاصه وان غدا سيكون هناك اعتصام اخر، وهو ايضا اتوقع في الساعات القادمه ان يستجيب المجلس العسكري او ان يربط لمطالب قوى اعلان الحريه والتغيير. من الخرطوم كان معنا الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ محمد شناوي، شكرا جزيلا لك لانضمامك الينا.